السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. عاوزين بقى نبتدي دلوقتي نشوف الكلام طبعا على التلبية الرغبات. يعني أنا حاولت إيه بقدر المستطاع إن أنا أعمل الكلام اللي أنتوا قلتوا عليه، إن أنا أكتب الكلام زي كده. طيب عاوزين نشوف الكلام اللي احنا كاتبينه ده عبارة عن ايه. بس قبل ما نشوف الكلام ده عايز اعرف يعني ايه اللي تشانل كودينج اللي احنا بنتكلم عليه. اللي تشانل كودينج ده احنا قلنا ان اولي في بداية المحاضرات كنا شغالين على ايه، شغالين على السورس كودينج. السورس كودينج ده كان بيديني السيمبل قصاده عدد بتات او بتات، وكل سيمبل كان قصاده عدد بتات معينة، وكان بناء على ايه، بناء على ان السيمبل اللي البروبابيلتي بتاعته قليلة بيبقى طول الكود بتاعه طويل. لكن في الاول ولا في الاخر كان البتات دي بتمثل لي ايه، بتمثل لي بتات انفورميشن او المسج، يعني مش عليها بتات تعتبر بتات ايه، بتات ولا ايرور ولا كوريكشن ولا تظبيط ولا الكلام زي كده. ده دي البتات بتاعت الانفورميشن. بقول احمد فالبتات دي بتمثل احمد، محمد البتات دي بتمثل ايه، محمد. طب اللي تشانل كودينج ده المرحله الثانيه اللي هيخش على من بعد ما يطلع من السورس كودينج يخش على التشانل كودينج. طب ليه عملنا التشانل كودينج؟ قلنا ان التشانل بتاعتي زي ما شرحنا قبل كده التشانل بتاعتي مش ايديال، عشان هي لو ايديال كان اللي موجود في الترانسميتر يروح للريسيفر ومتشكرين، لكن نظرا لوجود النويز وشويه ربش اللي موجود عليها فبيعمل لي ايرور. يعمل لي ايرور يعني ايه؟ يعني لو احنا شغالين في الباينري سيستم فبيحول الاصفار تبقى واحد والوحيد اصفار. حلو. طيب هل الكلام ده بيمشي على رسائل كلها؟ لا، ده رسائل ورسائل، يا اما كانت تبقى كده ايه، بنسمي التشانل بتاعتي نويز تشانل او سترونج نويزي زي ما احنا قلنا. طيب ايه اللي انا عايزه؟ اللي انا عايزه دلوقتي اني التشانل بتاعتي لما انا باجي ابعت عليها بتديني ايرور. طب ايه اللي هيجرى؟ ان انا عايز ازود شويه بتات. البتات دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان بتعمل لي عمليه ايرور ديتكشن وايرور كوريكشن. طيب ايرور ديتكشن دي يعني ايه؟ يعني انا بقول ان انت يا حبيب قلبي الرساله اللي وصلت لي دي من الترانسميتر للريسيفر فيها بتات غلط. فين الغلط؟ الله اعلم. ايه اللي يعمل بقى اللي يكمل كلمه الله اعلم؟ ان تجي لك ايه؟ ان يجي لك على حسب نوع الكود اللي احنا هنشتغل عليه في التشانل كودينج يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك اه انا بقدر، انت اكتشفت لي ثلاث اخطاء انا اقدر اصلح لك منهم خطأين، اقدر اصلح لك منهم خطا واحد. بناء على ايه؟ بناء على عدم على ايه؟ على نوع الكود. يبقى معنى كده قوة الكود بتبان على حسب هو يقدر يعمل ديتكشن لكام بتاية ايرور وكوركشن لكام بتاية كانت غلط. حلو. على حسب الطرق اللي احنا هنشتغل عليها وعلى حسب الكود اللي احنا هنتكلم عليه. يا لكن الكومون فيشر بتاعتي في التشانل كودنج ايه؟ ان انا هضيف عدد بتات. عدد البتات دي ما هياش انفورميشن، يعني ما هياش ايه احمد ومحمد انا كنت باعتهم، لا ده احمد ومحمد وعليهم ايه بتتين ثلاثه على حسب ما هنشوف. البتتين ثلاثه دول وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم ان لما الريسيفر الداتا دي او المسج تروح عند الريسيفر اللي يجرى الريسيفر يقول لها خلي بالك ان الرساله اللي جات لي دي فيها غلط، طيب والغلط ده انا ممكن اصلح منه كذا وكذا. اتفقنا؟ يبقى معنى كده قوة الكود زي ما احنا قلنا هتعتمد على الكلام ده كله. طيب تعال نشوف بقى الشغل بتاعنا. اول حاجة ان انا قلت لك ان انا عندي التشانل كودينج. التشانل كودينج ده وليكن هنرمز له بالسي سي. طبعا ايه، انا بس عشان لما اجي اكتبه هنا ما تبقاش تقول لي انت كتبت ايه السي سي دي. يبقى التشانل كودينج دي هنروح مقسمينها، انا عندي جزء في الترانسميتر والجزء بتاع الريسيفر. الحاجه اللي في الترانسميتر دي بنسميها انكودنج سيركت. يبقى الحاجه اللي في الترانسميتر دي ايه؟ هيطلع منها حاجه اسمها الانكودنج سيركت. طيب وفي الريسيفر هيبقى عندي حاجه اسمها الديكودنج سيركت او الديكودر سيركت. طيب في الانكودنج سيركت هيبقى مرتبط عندي ايه؟ مرتبط حاجه اسمها الجي ماتريكس هنعرف ايه تكوينها، حاجه اسمها الاتش ماتريكس هنعرف ايه تكوينها. في المقابل هتلاقي عندي هنا حاجة اسمها سيندروم. السيندروم ده عبارة عن ايه؟ السيندروم ده عبارة عن لو ناتج الريسيف سيجنال مضروبة في الاتش ترانسبوز اللي هنعرف هتيجي ازاي، لو الناتج ده
ساوى بيساوي صفر، يبقى معنى كده الرسالة وصلت نظيفة. يبقى معنى كده لو الار اللي هي الريسيفد سيجنال اللي هي الريسيفد كود، يعني الكود بعد ما عدى على الشانل غلط صح الله اعلم، يبقى معنى كده ده ايه؟ ده الريسيفد كود. لما يتضرب في الاتش ترانسبوز خلي بالك شغلنا بقى من اول النهارده هيبقى ايه؟ شغل ماتريسيز، يعني سيادتك تروح تراجع الماتريكس كده بالراحه على نفسك. طيب سيادتك دلوقتي السندروم ده ناتج الضرب ده، الضرب ده صف في عمود، بركز معاك اهو، لو طلع الناتج ده بيساوي صفر يبقى معنى كده ان الرساله وصلت سليمه. طب لو الناتج ده ما بيساويش صفر يبقى معنى كده ان في ايرور ومحتاج تصليح، يحتاج تصليح بناء على ايه؟ على الكود ونوعه. طيب انا عشان افهم بقى الكلام اللي انت بتقوله لي على سبيل المثال، ايه بقى قصه اللي تشانل كودنج؟ هقول لك انا عندي بلوك عند الترانسميتر اهو اللي هو بتاع اللي تشانل ايه؟ انكودر. ايه اللي هيجرى؟ هنقول ان الكود لما بيجي يتكتب بيتكتب عباره عن ايه؟ ان وكي. يعني ايه ان وكي؟ هو بيتكتب كده الايه؟ السيمبل بتاعه كده، الان ده طول الكود والكي ده عدد بتات المسج. يعني ايه؟ احنا قلنا المسج عدد بتاتها وليكن عشان تفهمني اسمه كي اللي هي احمد ومحمد وايه وجرجس وحسين والكلام زي كده، ادي الكي دي عدد بتات المسج، تبقى 3 بتات تبقى 4 وليكن هناخدها في الاكزامبل بتاعي 3 بتات. احنا اتفقنا ان عدد بتات الكود لازم تكون اكبر من عدد بتات المسج، ببتاية ببتتين بتلاتة زي ما يكون، لكن هي عدد البتات بتاعتها اكبر. عشان كده قلنا الشرط بتاعي ان عدد بتات الكود لازم تكون اكبر من عدد مين؟ عدد بتات المسج. طب ركز معايا في الحتة اللي جاية دي. طب انت جاي تقول لي ان لو مثلا هدخل مسج عدد بتاتها كي، تمام، دخلتها على البلوك اللي هيعمل لي تشانل كودنج، ماليش دعوه بالسيركت يا عم، ايه يا عم كرولس، انا مش بتاع الكترونكس دلوقتي. طيب يطلع الكود بعدد بتات ان، طيب حلوه قوي، ما تدينا اكزامبل كده يا ربنا يكرمك فيه. طيب لو انا عندي عدد بتات ايه؟ عدد بتات المسج كانت بتلاته، معنى كده ان انا هبدا عدد البتات بتلاتة، يعني الناس بتاعت اللوجيك تقول لي ايه؟ يبقى نبدأ من تلات أصفار لتلات وحايد، يعني عندك يعتبر أكني عندي كم مسج؟ عدد المسجات يعني 2 أس 3، يبقى عدد المسجات اللي ممكن تجيلي من التلات بتات 2 أس 3 يبقى عندي كم مسج؟ 8. طيب التمانية مسج دول او الثلاث بتات، الكل رساله فيها ثلاث بتات، عايز امثلها بكام؟ فور اكزامبل ان انا همثلها بان بخمسه، انا بفترض مثلا يعني ان الان معنى كبيره ايه؟ يبقى معنى كده ان الان عندي اكبر منين؟ من الكي. طب دلوقتي الان بخمسه، طيب يبقى معنى كده لما واحد هيجي يقول لي يا دكتور يبقى معنى كده ان انت اكنك بتبتدي من خمس اصفار لخمس وحايد، طب هيجي يطبق نفس الايه؟ نفس الموال، هيجي يقول لي عندي كده في الاكواد 2 اس 5 ب 32، واحد هيجي يقول لي لا اقف بقى، ايه هتقف في ايه؟ ايه اللي مضايقك؟ هيجي يقول لي ازاي انا عندي 8 رسايل هتحطهم لي في 32 كود؟ لا انت لاقين، انت راجل محترم. في ايه؟ يبقى معنى كده ان انا عندي 8 مسج عايز اخده اطلع ايه؟ اطلع من ال 32 كود دول كام كود؟ 8 اكواد بس، يبقى معنى كده ان ال 8 دول هاخد من ال 32 دول ايه؟ 8 اكواد. طب ليه 8 اكواد؟ وانهم 8 اكواد؟ اقول لك بقى النوع اللي انا هشتغل فيه دلوقتي هو اللي اسمه لينير بلوك كود. يعني ايه معنى لينير بلوك كود؟ معنى لينير بلوك كود يعني ان انا لو جمعت كودين مع بعض يديني كود ثالث. يبقى معنى كده لو جمعت كودين مع بعض وجمعتهم يعني ايه؟ يعني موديولو 2. يعني ايه موديولو 2؟ يعني جمع اكس اور زي ما انا اديتهولك فين؟ في السلايد، اللي هي 0 0 بتساوي 0، لو البتات مختلفه تدي واحد. ده هو الايه؟ ده اللي هو الموديولو 2 اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى معنى كده كلمه موديولو 2 ان انت عندك ايه؟ اكن جمع ايه؟ جمع الاكس اور بتاعي. حلو، يعني معنى كده ما عنديش ايه؟ واحد واحد تديك اتنين، تمام؟ ماشي، يبقى معنى كده ان انا دلوقتي الثمان مسجات هطلع من الكود ثمان اكواد يحققوا لي انه شرط ان كل كودين يدوا لي كود ثالث، ما تجيش تجمع لي كل كودين يدوك كود ثالث يطلع الكود الثالث ده واحد من اللي انت خدتهم. عشان كده احنا بنقول مش كل ال 32 ينفعوا لي ايه؟ ينفعوا لي اكواد تحت بند اللينير بلوك كود. يبقى معنى كده لما اجي اقول لك انت عندك ثلاث
بالتاء. طب لو عندي 4 4 يبقى معنى كده 2 اس 4 ب 16، يبقى انت هتاخد من ال 32 كود دول ايه؟ 16 كود بس. حلو، الله ينور عليك. طيب الناس قالت لي ان التشانل كودنج ده بيعمل لي حاجتين، ايرور ديتكشن وايه وكوركشن. هل كل الاكواد تقدر تعمل لي الشغل بتاعي بنفس الطريقه؟ هو اول هدف للتشانل كودنج ان يعمل ايرور ديتكشن، يعمل ديتكت الكم بتاعي. هنشوف دلوقتي زي ما الحاجه مرال ايه جت قالت لي، انت قلت لي ناقص وزائد، هوريك ناقص وزائد دلوقتي. طيب سيادتك دلوقتي انت جاي تتكلم في ايه؟ جاي تتكلم في ايه؟ ان ايرور، ان الكود اقل واجب يعمله الايه التشانل كودنج ان يعمل ايرور ديتكشن كم بتاعي على حسب حاجات هنقولها. لكن ايرور ديتكشن، طيب هل الكود ممكن يعمل ايرور ديتكشن وما يعملش كوركشن؟ قلنا اه الكود ممكن يعمل ديتكشن وما يعملش كوركشن، ده ظروفه كده. لكن هل الكود ممكن يعمل كوركشن وما يعملش ديتكشن؟ ازاي؟ ازاي اصلح قبل ما اكتشف؟ يبقى معنى كده اقل واجب ان الكود ايه اللي تشانل كودنج يعمل لي ايرور ديتكشن، لكن ايرور كوركشن دي تيجي بعدين. حلو، طيب كام بكام؟ هتلاقي ان عدد البتات اللي بيحصل لها ديتكشن هتلاقي اقل من الكوركشن، يبقى عدد بتات اللي يتم ليها ديتكشن هتبقى اقل من الكوركشن. بيطلع لي حاجه اسمها الكود ريت. ايه الكود ريت؟ عدد بتات الانفورميشن اللي هي الكي اللي هي الثلاثه مثلا على عدد بتات الكود اللي هي الخمسه. يعني معنى كده الكود ريت عندي بيساوي ايه؟ 3 على 5 في الايه؟ في الاكزامبل ده يساوي 3 على 5. طب الكود لما يجي يتكتب بقى، لو انا جاي اتكلم عليه باجي اكتبه ان وكي يعني هي كام؟ لما اجي اكتب لك كود 5 و7 لينير 5 و3 لينير بلوك كود، يبقى انت فهمت ان الرقم الاولاني هو الان والرقم الثاني هو ايه؟ الكي. طب نكمل، نرجع بقى لحتة ايه؟ ان انت عايز تعرف لي الكود ده يقدر يعمل ديتكشن وكوركشن لكام ايرور. هيجي الكلام ده يتربط بحاجة اسمها الدي مينيمم. ايه الدي مينيمم؟ هقول لك عليها بعدين، دلوقتي شوية كده. الدي مينيمم قال لك بتساوي تي زائد واحد. طب التي دي عبارة عن ايه؟ عدد البتات الايرور اللي انا ممكن اعملها ديتكشن. يبقى ده عدد بتات الايرور اللي ممكن اعملها ايه؟ ديتكشن. تي زائد واحد، اي حاجه مرال بقى له ايه الناقص اللي انا بقول عليه. يبقى معنى كده التي بتساوي ايه؟ دي مينيمم ناقص واحد. يبقى انا معنى كده عرفت ان الكود ده ممكن ايه؟ ممكن يعمل ديتكشن لايه؟ لبتات ايرور قيمتها دي مينيمم ناقص واحد. طب ما احنا ما حليناش الدي مينيمم عندي بتساوي كام؟ اصبر عليا. يبقى انا دلوقتي عرفت يعني ايه تي، فانا دلوقتي مشكلتي ان انا عاوز اعرف يعني ايه دي مينيمم. حلو، طب تعالى بقى دلوقتي، طب انا عايز اعرف الكود بتاعي ده بيقدر يصلح، مش يكتشف بقى، يصلح كام بتاعي؟ هقول لك يبقى دي مينيمم بتساوي 2 اكس زائد 1، معنى كده الاكس بتساوي ايه؟ دي مينيمم ناقص 1 على 2، وعلامه كده عامله زي الايه؟ عامله زي اللام او ال. تمام، معناها ايه؟ ان انا باخد عدد ايه؟ العدد الصحيح. ما تجيش تقول لي ده بيصلح بالتاية ونص، بالتاية بالتاية وثلث، لا ده احنا ايه؟ بيدينا العدد الصحيح، العدد الصحيح اللي تحت مش لفوق. ليه؟ عشان ما تجيش تقول لي ده بيصلح بالتاية ونص، لا يبقى بالتتين، مش هيجيب البتتين منين؟ يبقى معنى كده اقل عدد بتات اللي هو العدد البتات اللي ايه؟ لتحت العدد الصحيح. طيب دلوقتي يبقى ده معنى كده ان الاكس عندي هنا دي ايه؟ عدد البتات اللي يقدر يعمل لها كوركشن. طيب جينا بقى البيت القصير دلوقتي، يعني ايه دي مينيمم؟ عشان اعرف الدي مينيمم لازم اعرف حاجه اسمها الويت، الكود ويت. انا عندي الاكواد مثلا يكون 4 كود 5 كود زي ما يكون، اتفقنا؟ الاكواد دي عايز اطلع منها حاجه اسمها الويت، الكود ويت. الكود ويت ده عباره عن ايه؟ ان انا لما اجي اقول الكود ويت الدبليو بتاع السي اي، السي اي دي يعني الكود الاولاني، الكود الثاني، الكود الثالث زي ما يكون، ده عدد الوحايد جوه الكود. ده عدد ايه؟ الوحايد جوه الكود. فمثلا لو انا قلت لك ان انا عندي كود اسمه سي 1، الكود سي 1 ده عباره عن ايه؟ 0 بيساوي 01011. حلو كده؟ تمام، يبقى معنى كده عدد الوحيد عندي كام؟ ادي 1 2 3، يبقى الويت بتاع الكود ده ايه؟ 3. يبقى معنى كده لو الكود ده كان في عدد وحايد 4 يبقى الويت بتاعه 4 وهكذا. طب كده انت بتكلمني على حاجه اسمها الكود ويت. طيب فين الدي مينيمم؟ ركز معايا، هقول لك بس اصبر عليا، اصبر على الرز يستوي. في ايه يا عم الحاج؟ الدي بقى مش الدي مينيمم، عشان الدي
هي اللي هتدينا بعد كده الدي مينيموم. ايه حكايتها بقى الدي؟ الدي قال لك اسمها حاجه اسمها هامينج ديستانس، زي ما احنا كمان شويه هناخد ايه حاجه اسمها هامينج كود. يبقى معنى كده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي حاجه اسمها هامينج ديستانس. هامينج ديستانس دي اللي بنقول عليها دي الدي. هامينج ديستانس دي الدي مش الدي مينيموم. يبقى الهامينج ديستانس دي بنسميها هامينج ديستانس اللي هي ايه؟ اللي هي الدي. طيب الهامينج ديستانس دي ايه يا باشا؟ دي بقى ان انا بشوف اختلاف كل اتنين كود في بوزيشن معين وفي الاخر اجمعهم، كل الاختلاف في اتنين كود في كل بوزيشن واجمع. مش فاهمك؟ تعالى كده يا باشا، تعالى الاكزامبل اللي احنا بنقوله هنا. لو انا عندي كودين سي واحد وسي اتنين، تعالى بص كده، الكود الاولاني اسمه 01011، الكود الثاني 10010. اتفقنا؟ انت بتقول لي عايز تشوف عدد الاختلافات ما بين كل كود والتاني، فهتيجي تقول لي ايه؟ ادي 0 وادي 1، يبقى ايه اللي هيجرى؟ اه دول مختلفين. حلو، مختلفين ليه؟ عشان ده صفر وده واحد. طب اللي بجنبه ادي 1 وده 0، اه يبقى ده مختلف، يبقى ده الاختلاف الثاني. 0 0، لا مش مختلفين، يبقى ده مش اختلاف ما احسبوش معايا. 1 1، مش اختلاف ما تحسبوش معايا. 1 0، ها هيقول لي اه مختلف. يبقى كده عندي كام اختلاف؟ هو ده اللي هيبقى الديد. ايه هو ده الايه؟ الهامينج ديستانس. ادي 1 2 3، ده الهامينج ديستانس. واحد هيجي يقول لي اتفزلك بقى، ويجي يقول لي ايه عم اشرف الله يبارك لك خليك معايا شويه، ها زياد هيجي يقول لي بص يا دكتور، طب افترض ان كود فيهم 1 5 و1 6 ولا 7، هيبقى الهامينج ديستانس. يا حبيب قلبي انا بشتغل على كود معين لمساله معينه، فاستحاله ان انا شغال على كود طوله 5 يطلع على غفله في وسطيهم كود طوله 6، يعني ما جاتش الفرخه السوداء هنا يعني، الله يبارك لك، هي مراره واحده. يبقى معنى كده ان الاكواد، بدل ما اتكلم على مساله واحده فهي ايه؟ انا بقارن الاكواد اللي ليها طول واحد في مساله واحده، مش هيخترع وايه وتلاقي كود طوله 6 جاي في النص، مش الايه؟ مش الفرخه الشركاسي بتاعت الليمبي. اتفقنا؟ يبقى معنى كده ده 5 وده 5، يبقى بقارن كل باللي قصادها ما ترحلش. اتفقنا؟ يبقى انا معنى كده بشوف عدد الاختلاف ما بين ايه؟ ما بين كذا كود؟ لا، ما بين كود والتاني. طيب انت كده عملت لي الدي، بس انا عاوز اعرف يعني ايه الدي مينيموم. افترض ان انا كان عندي 4 اكواد بقى، عندي كود اسمه سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4. اتفقنا؟ ايه اللي هيجرى؟ هتيجي تقول لي دلوقتي اني بقارن السي 1 بالسي 2 يديني دي، هقارن السي 1 بالسي 3 هيديني الدي التانية، هنقارن السي 1 بالسي 4 يبقى كده اداني 3 ديهات. طب بعد كده اقارن السي 2، سي 2 بواحد ما اتقارنت خلاص ما بتتكررش، ما هي دي هي دي، يبقى سي 2 بالكود اللي تحتيه اهي، سي 2 مع سي 3، وبعد كده وسي 2 مع سي 4. اتفقنا؟ بعد كده السي 3 مع السي 4، في الاخر اشوف اقل نهايه فيهم ايه، وهي دي تبقى الدي مينيمم اللي احنا بنحسب عليها. تاني يبقى الدي احسبها، الدي مينيمم احسبها ازاي؟ في البدايه بحسب الدي بتاعتهم كلهم، بحسب الدي بتاعتهم كلهم، بحسب الدي بتاعتهم كلهم. طيب الدي بتاعتهم كلهم هتعمل ايه يا باشا؟ الدي بتاعتهم كلهم هتيجي تقول لك ايه؟ تيجي تقول لك ان انا هقارن السي 1 بالسي 2 والسي 1 بالسي 3 والسي 1 بالسي 4. بعد ما تجيش تقول لك قارن السي 2 بسي 1، ما هي مقارنه السي 1 بسي 2 هي سي 2 بسي 1، يبقى انا ببتدي باللي تحتيه، يبقى السي 2 تتقارن مع السي 3 والسي 2 تتقارن مع سي 4. اتفقنا؟ بعد كده نيجي نقارن مين؟ السي 3 بالسي 4. لو انا عندي اكتر من اكواد هنمشي نفس السيكونس بتاعي. اتفقنا؟ وفي الاخر بختار اقل نهايه فيهم، هي دي الدي مينيمم اللي انا هشتغل عليه. اتفقنا؟ مبدئيا انا عايز احسب بقى، عشان نبدا نشتغل في الشغل اللذيذ بتاعنا، ان انا عايز اطلع الجنريتور ماتريكس. طب الجنريتور ماتريكس دي اطلعها ازاي؟ الجنريتور ماتريكس دي يا حبيب قلبي عشان اطلعها هي عباره عن جزئيتين او اتنين ماتريكس لازقين جنب بعض، ماتريكس بنسميها الباريتي ماتريكس وماتريكس بنسميها الايدنتيتي ماتريكس. بداني شغال في شغل ماتريسيس في الشابتر ده، يبقى معنى كده لازم في كل ماتريكس اجي اتكلم عليها تقول لي ابعادها كام في كام. فالابعاد بتاعت الجي ماتريكس عباره عن كي في ان. يعني ايه كي في ان؟ يعني عدد الصفوف قيمتها كي وعدد الاعمده قيمتها ايه؟ وعدد الاعمده قيمتها ان. اتفقنا؟
معنى كده ان انا لو جاي اقول ان الجي دي ك صفوفها ك اعمدتها ان، يبقى معنى كده اسمها ك في ان. طيب الايدنتيتي ماتريكس المرجع، احنا شغالين على مرجعين، المرجع الاولاني اللي هو بتاع سايمون هايكن والمرجع الثاني بتاع لاسي. هو ماشي بتاع سايمون هايكن ماشي على نظام ايه، ان الباريتي وبعد كده ايدنتيتي، الثاني شغال ايدنتيتي وباريتي. احنا عشان نوحد شغلنا وعشان النتائج بتاعتنا تطلع هي هي، فاحنا هنشتغل ان الباريتي وايدنتيتي، اتفقنا؟ لكن الاثنين السيكونس واحد، لكن هي بس ايه اختلاف واحد رتب عن الثاني، وده هيطلع كود صح وده هيطلع كود صح. لكن انا بكلمك على ايه، بكلمك عشان لما نيجي نعلم او يجي في امتحان ما تجيش تقول لي ايه هي دي، لا احنا بنظبط اختيار وحل واحد. طيب ايه معنى ايدنتيتي ماتريكس؟ ايدنتيتي ماتريكس هي مصفوفه الوحده. يعني ايه مصفوفه الوحده؟ مصفوفه الوحده دي لازم تكون مصفوفه مربعه. يعني ايه مصفوفه مربعه؟ يعني دلوقتي انا بقول دي كي، يبقى لازم تكون الايدنتيتي كيف كي. يعني لو انا قلت ان عدد الصفوف ده 3، يبقى لازم دي تكون 3 في 3، 4 يبقى 4 في 4. طب هتبقى شكلها ازاي الايدنتيتي ماتريكس؟ الايدنتيتي ماتريكس لو هي 3 في 3 يبقى 3 صفوف في ثلاث اعمدة، بيبقى القطر الرئيسي وحايد وفوقيه وتحتيه اصفار. يبقى تاني في الايدنتيتي ماتريكس بتبقى مصفوفة مربعة، القطر الرئيسي وحايد وفوقيه اصفار وتحتيه باصفار. بكده تعتبر ايه؟ تعتبر الجزئية دي او الشريحة دي تمت. عايزين بقى نتفرج على او نبدأ في الشغل التقيل بتاعنا ونشوف دنيتنا.